السلام عليكم. إن كنت مبتدئ وتريد تعلم اللغة الفرنسية من الصفر فتابع معي الدرس. إذا من أجل تعلم اللغة الفرنسية عليك أولا بتعلم القراءة الفرنسية، لأن للقراءة الفرنسية فوائد كثيرة، منها تحسين النطق، ومنها الطلاقة في الكلام، ومنها كذلك حفظ كلمات، إغناء الرصيد المعرفي بفضل القراءة، كذلك معرفة كيفية تصريف الأفعال، وكذلك تعلم الكتابة. إذن للقراءة فوائد كثيرة، وهي المرحلة الأولى لتعلم اللغة الفرنسية. إذن ستخبرني كيف يمكنني تعلم القراءة. إذن هذه هي مثلا القراءة. إذن من أجل تعلم القراءة عليك أولا بمعرفة الحروف الفرنسية، هذه الشيء الضروري. دونك تعلم الحروف الفرنسية، والحروف الفرنسية هي A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. مزيان. دونك هاد الحالة الأولى هي الحروف الفرنسية، معرفة الحروف الفرنسية يعني كيفية النطق. بعدها معرفة معنى الحروف المتحركة والحروف الساكنة. الحروف المتحركة في اللغة الفرنسية تسمى لي فوايل، داكوغ، لي فوايل، والحروف الساكنة تسمى لي كونسون. إذن بعدما تعرفت على الحروف الفرنسية الآن ستتعرف على الحروف المتحركة والساكنة. ما هي الحروف المتحركة؟ الحروف المتحركة توجد ضمن هذه الأحرف، لأن في اللغة الفرنسية يوجد 26 حرفا، داكو، 20 حرف ساكن وستة أحرف متحركة. إذن إلى عرفت هذه الستة، عندما سأعرف مثلا الحروف الستة المتحركة سأعرف الحروف الأخرى الساكنة. إذن الحروف المتحركة هي A، دونك الحرف A، الحرف I، الحرف O، الحرف U، الحرف Y، دونك ناقص حرف A I O، الحرف E. داكوغ. إذن A E I O U Y، هادو هما الحروف المتحركة، ستة أحرف. داكو، واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، ستة أحرف. مزيان. دونك الحروف المتحركة اللي كيتسموا لي فوايل في اللغة الفرنسية، دونك ما كتهمنيش السمية بالضبط، المهم كتسمى حروف متحركة، وهما A I E O U Y، دونك ستة أحرف متحركة يجب عليك حفظها. لماذا؟ لأنك عندما تقوم بحفظ الحروف المتحركة ستعرف الحروف الساكنة وستميز بينهما، لأن في اللغة الفرنسية كما ذكرت يوجد 26 حرفا، ستة أحرف متحركة، المتبقي كامل يعني متبقي يسمى حروف ساكنة. الحرف ب يسمى حرف ساكن، الحرف سي يسمى حرف ساكن، د يسمى حرف ساكن، أ يسمى حرف صامت، حرف متحرك. دقو، حرف متحرك. A حرف متحرك، E حرف متحرك، I حرف متحرك، O حرف متحرك، U حرف متحرك، Y حرف متحرك، المتبقي حروف ساكنة. مزيان. ما هو دور الحروف المتحركة؟ الحروف المتحركة أو ما يسمى الفوايل هما اللي كنشكلوا بهم، يعني بحال حركات، مثلا كتكون فتحة، كتكون كسرة، كتكون ضمة، كيكون سكون. إذن هاد الفوايل هما الحركات في اللغة الفرنسية. من اللي ما كيكونوش لي فوايل، يعني مثلا ملي كناخذ الحرف ب وما كنحطش حداه، يعني لم اضع بعده احد الاحرف المتحركه، اقف عليه بالسكون، ب ب. داكوغ. هذا هو دور الحروف الساكنه. مثلا الحروف الساكنه قلنا حروف متحركه هما حركات، اللي هما A I E O U Y. داكوغ. دونك عندما سأضع مثلا الحرف ب، دونك ماذا سيقرأ لوحده؟ لوحده ب ب. كذلك الحرف ام لوحده ماذا سيقرأ؟ ام. اقف على الحرف بالسكون. لماذا؟ لانه لا توجد بعده اي حركه. هذو هما الحركات لي فوايل.
داكوغ. لكن عندما سأضيف حركة أ، إلى عندما أضيف الحركة أ بحال إلى ضفت الفتحة، يعني أ كتساوي الفتحة بحال الفتحة، داكوغ، الفتحة في اللغة العربية. دونك أب مع أ كتقرا با، با أب مع أ كتقرا با، هادي كتقرا با، وبوحدو كيتقرا ب، معاه كيتقرا با، ومع إي، مع إي كيتقرا بي، بي هاد إي راه بحال الكسرة، كتساوي الكسرة، داكو. دونك هادي كتقرا بي. إلا جمعت هاد مثلا أب مع أ وب مع إي، شنو غتقرا؟ با بي، با بي، حيت أب مع أ كيتقرا با، هادي عبارة عن فتحة لهاد الحرف، وب مع إي، إي عبارة عن كسرة، دونك بي، داكو، هادي بي. ولا درت إم نفس الشيء، ما، ما، ولا درت إي مي، مي، ولا درتهم بجوج هنا ما مي، داكو. دونك الحرف إلا ما كاينش حداه أحد الأحرف المتحركة كنوقف عليه بالسكون، إلا جا حرف متحرك كنعرف الدور ديالو، أ الدور ديالو فتحة، با، إي الدور ديالو كسرة، بي. نشوفوا هاد الدور ديال هاد أو، الدور ديال هاد أو كيتقرا ب، داكو، أولا مثلا إلا زدت أو كيولي مثلا ب، ب، داكو. دونك هنا تقدري تقرا ب، داكو. ومن نورمالمون في الاخير، الا كان في اخر الكلام، الا كان من بعد كلمات كيتقرا ب، ولا يقدر يتقرا بي، غنشوفوا هذا الشيء من بعد، داكو. دونك الحرف ب مع او كيتقرا ب، داكو، ب. لكن الا جا في اخر الكلام على هذا الشكل كيتقرا ب، علاش؟ حيت الحرف او ما كيتقراش، لا يقرا في اخر الكلمه، الحرف او لا يقرا في اخر الكلمه، داكو. دونك يقرا فقط ب، لكن اذا وجد في اول الكلام يقرا ب، ب، يعني يقرا هذا او ب، او دونك ب، داكو. دونك الحرف ب مع او كيتقرا ب، وبعض الاحيان يقرا بي، بي، يعني هاد او كتقرا بحال هاد الاي اللي عندها اكسون، عندها هاد الشرطه الفوق، داكو. غنشوفوا هاد الشيء ان شاء الله. دونك في هذا الدرس نيت، دونك هنا كيتقرا ب، وهنا او، او عباره عن كسره، او عباره عن، عفوا، عباره عن ضمه، داكو. دونك الضمه او، يعني الا درت الحرف ب مع او كيتقرا بو، هادي كتقرا بو، ولا درت الام مع او كيتقرا مو، اي حرف، اي حرف ساكن خديته كيتقراها، كيتقرا بحال هادي. الا خديت ال كيتقرا لو، اي حرف راه كتطبق على هادشي اللي كنقول لك دابا، داكو. دونك هادي، هاد الحرف خليه حتى نرجعوا ليه. دونك الحرف او قلنا كيكون عباره عن ضمه، الضمه، داكو. كاين هاد الاو، هاد الاو هادي كتقرا او، او. دونك مثلا الا خديت ب، الا خديت الحرف ب وخديت ليه او، دونك كتقرا ب، ب، داكو. هادي كتقرا بحال او، هذا ما كاينش في اللغه العربيه، داكشي علاش بزاف كيغلط في البرونسياسيون، حيت هاد الحرف ما كاينش في العربيه، كاين في اللغه الفرنسيه. هذا كيتقرا او، العربيه مثلا فيها غير الكسره، الضمه، الفتحه، هذا فيه هاد الحرف او كنشكلو به حتى هو. دونك ب، الا خديت الام كتقرا مو، مو، الا خديت ال كتقرا لو، لو، داكو. دونك هذا كتقرا او، هذا حركه، اما هادو حروف ساكنه، داكو. بحال قلت لك مثلا هذا، هذا راه حرف ساكن، حرف اب حرف ساكن، ولكن الا زدت ليه الفتحه ا كتقرا با، دونك هاد با حرف متحرك، داكو. هاد الفتحه عفوا حرف متحرك، دونك هنا بو، مو، لو، داكو. مزيان، الا زدت، دونك هنا عرفنا او، عرفنا او، الا زدت اكغيك، اكغيك تقريبا بحال بحال اي، داكو. حتى هي كتقرا بحال الكسره، حتى هي بحال الكسره، بحال مثلا بي، بي، هادي مثلا تي، تي، عفوا اكغيك على هذا الشكل، دونك تي، تي، داكو. اولا مثلا سي، سي، دونك هاد الاكغيك راه كيساوي هاد الاكغيك، يعني نحاول ندير شي درس نحط فيه هاد الحروف. هادو حروف كبار، هادو حروف صغار، هادو ماجيسكول وهادو مينيسكول، هادو حروف كبار، هادو حروف صغار. هاد الحروف كيكونوا في الكتبه، داكو، وكيكونوا حتى في الكتاب، يعني الا شريتي شي كتاب كتلقى فيه هاد الحروف، داكو. دونك غنحاول ندير درس خاص نحط فيه هاد الحروف، نحط فيه هاد الحروف كيفاش كتساوي، ولا تشوفوهم في هاد الدرس نيت. يعني نبداو مثلا ب ا، الحرف ا، الحرف ا كيكون على هذا الشكل، والصغير ديالو كيكون على هذا الشكل، داكو، الصغير ديالو كيكون على هذا الشكل. الحرف ب كيكون على هذا الشكل، والصغير ديالو كيكون على هذا الشكل، وكاين هذا الشكل اخر، داكو. وكاين الحرف سي كيساوي سي، وكيساوي على هذا الشكل،
داكو دونك سي داكو. كاين الحرف دي دونك كيتكتب على هذا الشكل وكيتكتب على هذا الشكل الحرف دي داكو. كاين حرف ا بي سي دي او كاين حرف او كيتكتب على هذا الشكل وكاين الصغير ديالو كيتكتب على هذا الشكل داكو. هادشي حاول تكتبو. كاين حرف اف كيتكتب على هذا الشكل والصغير ديالو كيتكتب على هذا الشكل داكو اولا هذا الشكل داكو. دونك شفنا الحرف اف. دابا غنحاول نشوفو الحرف جي. جي كيتكتب على هذا الشكل الصغير ديالو جي. كاين حرف اش. اش الصغير ديالو كيتكتب على هذا الشكل داكو اش. وكاين حرف اي. الحرف اي كيتكتب بحال هكا هكا وفوق منه نقطه داكو اي. كاين الحرف مثلا ج دونك كيتكتب على هذه الطريقه فوق منه نقطه داكو حرف ج. كاين الحرف اك كيتكتب على هذه الطريقه داكو. هذا الحرف اك دونك هادشي كامل خاصك تعرفو. الحرف ال كيتكتب على هذه الطريقه ال داكو الحرف ال. كاين الحرف ام داكو كيتكتب على هذه الطريقه ام صغيره. كاين الحرف ان هو كيتكتب على هذه الطريقه غير هذه عندها ثلاثه هذه عندها جوج داكو الحرف ان هذه الكتابه ديال الدفتر ان. كاين الحرف او يعني كتكتب بحال هكا وهذه كتكتب بحال هكا كتكون واحد الدوره هنا داكو. هذا الحرف او. انا دابا كنعطيك الحروف كيفاش كيتكتبوا بالطرق ديالهم داكو. عندك الحرف بي كتكتب بحال هكا الا كتبتي بحال كتكتب على الدفتر بحال هكا داكو الحرف اب داكو. كاين الحرف ك كيو داكو دونك كتكتب على هذا الشكل. هادشي كامل غتحاول تكتبه في الدفتر عندك باش تعقل عليه داكو. كاين حرف اغ هذا كتكتب بحال هكا حرف اغ داكو. كاين حرف اس هذا كتكتب بحال هكا الحرف اس داكو. كاين حرف تي هذا الحرف تي كتكتب بحال هكا ونورمالمون كيتقرا ت. علاش ت؟ حيت ما جا موراه حتى شي حرف متحرك دونك حرف تي داكو. كاين الحرف او هذا كيتكتب بحال هكا او داكو الحرف او. كاين الحرف في داكو كيتكتب بحال هكا دونك هذا الحرف في داكو دونك كيتكتب الحرف بحال هكا كتخلي لي هاد الزاويه هنا. كاين الحرف مثلا في كاين دبليو في داكو هاد دبليو في كيتكتب بحال هكا يعني بحال في ولكن هو كيكون جوج ديال في دبليو في جوج ديال في داكو. وكاين الاكس اكس كيتكتب بحال هكا داكو اكس كيتكتب على هاد الشكل بحال هكا اكس صغيره ديال الفطر. وكاينه اكغيك اكغيك بحال هكا كتكتب الصغيره ديالها على هكا اكغيك داكو. وكاين زد زد الصغير ديالو كتكتب بحال هكا الكتابه ديال الدفتر داكو بحال هكا بحال هكا بحال هكا دونك هذا الحرف الزد داكو. دونك الا شفتي هذا راه بحال الا شفتي هذا بحال بحال داكو. دونك نتمنى يكون الدرس واضح ومفهوم. هنايا دابا غنشوفو اشنو شفنا دابا. قلنا الا بغينا نتعلمو القراءه خصنا نعرفو الحروف الفرنسيه عرفناهم ها هما فيهم 26 حرف ساكن وفيهم 6 الاحرف متحركه لي فواي مزيان. عرفنا الحروف المتحركه عرفنا الحروف الساكنه مزيان هادشي كامل عرفناه. وعرفنا بلي الحرف ا كبير كيساوي بحال هكا ا صغير مزيان هادشي كامل عرفناه. دابا شنو غنمشيو نعرفو؟ غنمشيو نعرفو بانه يعني كاينه واحد القاعده اخرى بانه غنمشيو نعرفو واحد الحاجه اخرى بانه مثلا هاد الحرف بعض الحروف من هذه الاحرف راه ما كتبقاش ديما مثلا السي ما كتبقاش ديما تقرا السي راه بعض المرات كتقراك وبعض المرات هاد او ماشي ديما كتقرا او بعض المرات كتقرا اي. هاد الشيء خصنا نعرفوه. هاد الحروف اللي كيتغير النطق ديالهم هادي هي الحروف التي يتغير نطقها في اللغه الفرنسيه خصنا نعرفوهم داكو وغنعرفوهم في هاد الدرس. وملي غنعرفوهم من بعد عاد غنعرفو الحروف المركبه. وملي غنعرفو الحروف المركبه غنعرفو المقاطع. المقاطع بحال تي اي او ان والحروف المركبه هي بحال او اي او مع اي كتقراوها و تي اي او ان هذا كتقرا مقطع مثلا كتقرا سيون داكو كتقرا سيون الا ما كانش قبل منها اس الا كان قبل منها اس كتقرا تيون. دونك هادشي اللي خاصك تعرف. تعرف الحروف الفرنسيه تعرف الحروف المتحركه الساكنه تعرف اللي كيتغير النطق ديالها تعرف الحروف المركبه تعرف المقاطع الصوتيه ومن بعد غتولي تقرا وتعرف كذلك الحروف اللي ما كتقراش في الاخر وصافي غتولي تقرا اي كلمه
فين وصلنا حنا دابا؟ شفنا الحروف الفرنسية، شفنا الحروف المتحركة، شفنا الساكنة، دابا غنشوفوا الحروف اللي كيتغير النطق ديالها في اللغة الفرنسية. عاد غنمشيو للحروف المركبة، عاد غنمشيو للمقاطع الصوتية. هاد الحروف المركبة والمقاطع الصوتية نخليوهم الحصة المقبلة. داكوغ، دابا نشوفوا الحروف اللي كيتغير النطق ديالها في اللغة الفرنسية. شنو هما هاد الحروف اللي كيتغير النطق ديالهم في اللغة الفرنسية؟ كاين الحرف سي، داكوغ، الحرف سي، ماشي بزاف، هما ماشي بزاف. كاين الحرف سي، كاين الحرف او، كاين الحرف جي، كاين الحرف ك ال ام ان او بي كيو ار، كاين حرف ار، كاين حرف اس تي يو في دبليو اكس ايغريك زد. داكوغ، هادي كتقرا بعض المرات اكس، هادي بعض المرات كتقرا اكز. دونك حتى هي غنشوفوها، بعض المرات كتقرا اكس، بعض المرات اكز. دونك كاين شحال من كاين؟ واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. كاين ستة الأحرف اللي خصك تعرف، الحروف اللي كيتغير النطق ديالها في اللغة الفرنسية. داكوغ، المتبقي كيبقى كما هو، ومن بعد غتعرف الحروف المركبة، من بعد المقاطع، ومن بعد غتولي تقرا. داكوغ، مزيان. نشوفو دابا هادو شنو كيوليو، نشوفو كل واحد شنو كيولي من بعد. داكوغ، نشوفو دابا الحرف السي شمن احتمالات عنده. الحرف السي يقدر يتقرا س، يقدر يتقرا ك. الحالات اللي كتقرا فيهم ك يعني كتار بزاف، حالات كتار. دونك انا غنشوف اللي كيتقرا فيهم اس، يعني سأتطرق التي يقرا فيها اس. شنو هي؟ عندما ياتي بعده اي او 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 اكريك فقط، ثلاث حالات ينطق فيها الحرف سي اس عندما ياتي بعده اي او 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 اكريك. المتبقي ديال الحالات ينطق ك. داكوغ، مثلا كتبت على هذا الشكل، دونك هادي سو، كتبت على هذا الشكل سي، سي، كتبت على هذا الشكل سي. داكوغ، دونك هنا كتقرا س، س، س. داكوغ، دونك سو سي سي. مزيان، نفترضوا لو جاء حرف اخر من غير اي او لا او او لا اكغيك. مثلا كتبت الحرف سي، ابي سي مع ا، ما هي ا؟ عباره عن فتحه. دونك سي، دونك الحرف سي عندما اضيف له ا ليس ضمن هذه الحروف، اذا لن ينطق اس بل سينطق اك. دونك هذا الحرف ما سينطق ماذا؟ سينطق اك، 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 وليس اس، وليس س، لا. لماذا؟ لان بعده الحرف ا وليس اي او 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 اكريك. مزيان، اذا والحرف ا عباره عن فتحه، دونك اك وفتحه، دونك شنو غيتقرا؟ غيتقرا ك، ك. داكو، الا درت موراه او، او عباره عن ضمه، كو، كو. علاش ما غيتقراش اس؟ حيت هاد او ماشي ضمن هاد الحروف، دونك هنا كو. مزيان، تري بيان. دونك شفنا الحرف اس، غنشوفو دابا الحرف او. الحرف او ممكن يتقرا او، داكوغ، ممكن يتقرا او، ممكن يتقرا اي، اي، حيت كاينه في اللغه الفرنسيه هاد الاو ياك، وكاينه هاد الاو، داكوغ، وكاينه هاد الاو. هادي واخا ما كاينينش في هنايا، راه كاينين في اللغه الفرنسيه. داكوغ، يعني كاينه هاد الاو اللي ما عندها والو، كاينه هادي اللي عندها هاد شرطه، كاينه هاد الاو اللي عندها هاد شرطه، هادي عندها شرطه بحال هكا، هادي عندها شرطه لهاد الجهه. داكوغ، دونك هادي كتقرا او، هادي كتقرا اي، هادي كتقرا اي اي، ولكن بعض المرات هاد الاو كنرجعوها بحال هاد الاي. داكوغ، والفرق ما بين هاد الاي، هادي كتقرا اي ياك، وهادي كتقرا اي، هادي كتقرا اي، هادي راه هي هادي، راه طرقت لهم من قبل. دونك هادي كتقرا اي، وهادي كتقرا اي، هادي اي عاديه بحال قلتي اي، وهادي كتقرا بحال هي اي، اي. داكوغ، دونك بعض المرات هاد الاو كترجع بحال اي، وبعض المرات كتبقى بحال او. مثلا عطيت كلمات اسبوار، واخا غنطرقوا الكلمات، انا بغيت شي نطرق الكلمات حتى من بعد. دونك هنا هادي شنو غتقرا؟ اي وليس او. علاش؟ حيت موراها حرفين ساكنين. كتقول لي ما عرفتش شنو هما الحروف الساكنه، الحروف الساكنه راه طرقت لهم هنايا وعرفتيهم. هادو اللي دورت عليهم هنا هما حروف متحركه، اللي بقاو ما دورتش عليهم هما حروف ساكنه. واخا شنو هو هذا الحرف؟ اس او بي، اس او بي فين كاينين؟ ها هو اس، ها هو بي، دونك حروف ساكنه ماشي متحركه. داكوغ، حروف ساكنه، وهنايا او جاء بعد حرفين ساكنين، اذا سينطق اي وليس او. القاعده كتقول او الى جا موراه، يعني اذا جاء بعد الحرف او حرفين ساكنين سينطق اي.
إلا جاء بعد حرف ساكن وحرف متحرك غيبقى أ عادي. إلا جاء مورا حرفين متحركين غيبقى أ، لكن إذا جاء بعد حرفين ساكنين سينطق إي. دونك هادي إس أب، يعني إس أب. كذلك هاد الحروف وقفت عليهم بالسكون، علاش؟ حيت ما كاين موراهم حتى شي حرف متحرك. إس إي إس أب، وهادي كتقرا وا، هذا حرف حروف مركبة غنشوفهم في الحصة المقبلة. هادي كتقرا وا، إس بوا بوا غ، داكور إسبوار، هذا الحرف إغ إسبوار، داكور مزيان. شنو قلنا دابا؟ قلنا الحرف سي كيتقرا اس ولا ك، وكيتقرا اس الى جا موراه او ولا اي ولا اكغيك. الحرف او كيتقرا اي الى جا موراه حرفين ساكنين، وحروف ساكنه راه طرقنا لهم هما اللي ما دورتش عليهم. كاين الحرف ج، الحرف ج هذا الحرف داكور اللي قلنا كيتكتب بهذه الطريقه اخرى، يعني عنده جوج طرق داكور. هذا كيتقرا ج الى جا موراه اي او لا او او لا اكغيك فقط، اما الى جا موراه شي حاجه اخرى كيتقرا ك ك. دونك هنا الى الى جبت موراه اي، نحيدو كاع هاد الحروف الصغيره، الى جبت موراه اي شنو غيتقرا؟ جي جي. والا جبت موراه هاد ال او هادي غيتقرا جو جو، او لا ج الى جا في الاخر، علاش؟ حيت هاد الام ما كتقراش داكو، هادي كتقرا جي جي، يعني كتقرا جي الا جا موراه اي ولا او ولا اكغيك. الا جا شي حرف اخر من غير هذه الاحرف اي او لا او او لا اكغيك كتقرا اك اك داكو. نشوفوا مثال، بحال مثلا هذه الكلمه كو غا ج داكو. دونك هنا شنو كتقرا هذه الحروف؟ هذه حرف مركب، هذه الحروف مركبه خصني نطرق ليهم. هذا كتقرا ك، علاش كتقرا ك؟ حيت جا موراه او، او ماشي من ديك الحروف اللي قلنا كيتقرا الصغير الى جا موراه ا غير الى جا موراه اي او لا او او لا اكغيك. دونك حنا جا او، او ماشي من هادو، دونك غيتقرا ك. دونك كو هاد او او مع او كتقرا او او. دونك كو كو غا اغ مع ا عباره عن فتحه، وهذا اغ، دونك اغ مع ا غيتقرا غا كو غا، وهذا غيتقرا ج. وفي الاخر قلت لا تقرا، علاش غيتقرا ج؟ حيت جا موراه او، حيت قلت لها جا موراه او ولا اي ولا اكغيك كيتقرا ج، اما جا كون جا موراه شي حرف اخر غيتقرا ك. دونك هادي كوراج شجاعه، وهذاك الاسبوار اللي شفنا قبل كتعني الامل، ديك الكلمه اللي شفت قبل اسبوار كتعني الامل داكو. مثلا درت لك الحرف هذا الحرف نيت، يعني راه كيتكتب بحال هكا كيتكتب بحال هكا بحال بحال. دونك الا درت هذا الحرف ودرت معاه ا شنو غيتقرا؟ واش غيتقرا ج؟ لا غيتقرا ك، علاش؟ حيت الا ماشي ضمن هاد الاحرف او اي اكغيك. دونك غيتقرا كا اك مع ا كيتقرا كا، و اك مع او كيتقرا كو كو داكو مزيان. نتمنى نكون وضحت لكم الامور. دونك هذا كيتقرا ج في ثلاث حالات فقط، الى جا موراه او ولا اي ولا اكغيك، ما جاوش بلا ما تنطقوش. كاين الحرف كذلك اغ، الحرف اغ حتى هو عنده جوج حالات، الاغ ممكن يتقرا غا ممكن يتقرا خا، الاغ ممكن يتقرا غا ممكن يتقرا خا. دونك كيتقرا خا الى جا قبل منه سي تي اف بي، يعني احد هذه الاحرف داكو. الى شفتي الحرف اغ وجا قبل منه هاد الحرف ولا هذا ولا هذا ولا هذا، راه كيتقرا خا. بحال مثلا هذه، دونك هنا تقدر تقرا مثلا كرايون، هذه تخوا، هذه فرونسي، هذه ابري. المهم انت عقل لي على حاجه وحده، الى جاوا هاد الحروف قبل الحرف اغ داكو، قبل الحرف اغ هاد الحرف اغ راه غيتقرا خا. بحال مثلا هادي الا كتبت غير بحال هكا، مثلا غير بحال هكا شنو غتقرا؟ هادي كخا كخا ماشي كغا كخا، علاش؟ حيت هاد الحرف اغ قبل منه هادي. واخا نحاولوا نشرحوها، اولا هادي غتقرا ك ماشي س، علاش؟ حيت جا موراه اغ، اغ ماشي هي اي او لا او او لا اكغيك، دونك جا اغ دونك غيتقرا ك مزيان. هادي هادي مزيان، هادي غتقرا ك، وهاد الاغ كيبقى اغ دونك اك. ولكن هذه واش غتقرا خا غا ولا خا؟ قبل منها سي دونك غتقرا خا، دونك هذه ك وهذه خ، هذه خ حيت السكون، وهذه الفتحه شنو هي؟ عباره عن فتحه ا، دونك خا خا دونك كخا كخا. اتفقنا؟ انا دابا شرحتها بالديتاي، دونك خا مزيان. دونك الا شفتي الحرف ا قبل منه سي تي اف بي قرا خا، المتبقي كامل كيتقرا غا. انا كنعطي دابا الحالات داكو مزيان. الحرف اس، الحرف اس كيتقرا زد الى جا بين حرفين متحركين، عقل عليها. الحرف اس ينطق زد اذا جاء بين حرفين متحركين، راه شفنا الحروف المتحركه هما اللي دورت عليهم. دونك الحرف اس
ينطق الزد إذا جاء بين حرفين متحركين، ينطق الزد. بحال مثلا هذه الكلمة، يعني الشيء، شوز، شوز، الحرف أ لا يقرأ في الآخر، وهذا الحرف حروف مركبة، نطرق لهم من بعد بلا ما تخافوا. دونك هذا الحرف مركب، الش هذا كيتقرا بجوج بهم كيتلقاو كيعطيو الش، حيت بعض الحروف ما كاينينش في اللغة الفرنسية، كنركب جوج الحروف باش يعطيونا ذاك الحرف. دونك هذا الش، الش، الش إلا زدت ليه أو شنو غيولي؟ شو، شو، حيت أو ضمة، شو. وهاد واش غيتقرا شوس ولا شوز؟ واخا نشوفوا هاد الاس فين كاين، كاين بين حرفين متحركين او و او، او و او هما حروف متحركه، او و او حروف متحركه، اذا جاء بين حرفين متحركين اذا غيتقرا الزد، دونك شوز داكو، شوز غيتقرا الزد واخا هو تكتب اس. بعض المرات ما كيتقراش الزد واخا كيتكتب بين حرفين متحركين، علاش؟ حيت كنكتبو جوج مرات داكو، الا كتبتيه جوج مرات راه كتخسر القاعده، خاص يكون بوحدو بين حرفين متحركين، هنا كيتقرا الزيد. اما الا كتبتو جوج مرات لا، بحال مثلا كلمه القسم، هنا الشوز هي الشيء، مثلا كلاس، كلاس، كلاس يعني مثلا القسم، لا كلاس. دونك هنا غتقراك حيت موراها ال داكو، غادي ال، دونك الحرف ال غيتقرا هذا اك، حيت غيتقرا الصغير الى جا موراه اي ولا او ولا اكغيك، وهاد ال جا موراه ا فتحه، دونك كلا، كلا، كلا. وهذا غيتقرا س، علاش؟ حيت مكتوب جوج مرات، واخا جا بين حرفين متحركين ولكن غتقرا س حيت مكتوب جوج مرات، دونك كلاس القسم، وهاد او ما كتقراش في الاخير. وهنا غتقرا الزد حيت مكتوبه بوحدها بين حرفين متحركين، اما الا ما جاتش بين حرفين متحركين راه كتبقى كتقرا س داكو. مزيان، وكاين هادي في الفرنسي حتى هي كتقرا س دائما، هادي اللي عندها خمسه لتحت، حيت كاينه هادي وكاينه هادي اللي عندها خمسه لتحت، هادي اللي عندها خمسه لتحت دائما كتقرا س دائما، بحال مثلا هادي كتقرا صا، همين كون كتبت هادي كتقرا كا، هادي كتقرا كا، الا بغيتها تقرا ليا صا كنزيد هاديك خمسه لتحت سيدي، دونك صا داكو، هادي ديما كتقرا اس. مزيان، دونك دابا شفنا اس، بقى لينا الاكس، الاكس هذا بعض المرات كيتقرا اكس، بعض المرات اكز داكو، دونك كيتقرا اكس داكو، وبعض المرات كيتقرا اكز داكو. بحال مثلا عندي هاد الكلمه، هادي اكزيرسيس، اكزيرسيس، دونك هادي كتقرا اكز، اكزيرسيس داكو، هادي اي، دونك اكزيرسيس، هادي اي، هادي اللي فوق منها هادي كتقرا اي، وهادي غتقرا اي حيت موراها حرفين ساكنين، دونك اكزيرسيس، وهادي غتقرا اس حيت موراها اي، وهادي غتقرا اس حيت موراها او، دونك سي اس او في الاخر ما كتقراش، دونك اكزيرسيس داكو. وهنا غتقرا اكز حيت كاينين حروف متحركه داكو، دونك غتقرا اكزيرسيس بحال اكزامبل، اكزامبل داكو، اكزامبل، دونك حتى هي هادي كتقرا اكزامبل داكو. وكاينه مثلا الاخرى كتقرا اكس بحال اكسيتورا داكو، اكسيتورا، دونك هادي كتقرا اكس، علاش؟ حيت جا موراها حرف ساكن. اما ملي كتجي بين حروف متحركه كتقرا اكز داكو. مزيان، دونك شفنا جميع الحروف اللي كيتغير النطق ديالهم، او كتبقى او، اب كتبقى اب، عندك ثاني هاد اك، هاد كو، هاد كو غنعطي عليها واحد القاعده، هاد كو، هادي، هادي ملي كتكون، هادي ملي كت ملي كيجي موراها او راه ما كيتقراش، بحال مثلا هادي كتقرا كوا، هاد او مع اي كيتقرا، وهادو حروف مركبه غنشوفهم في الدرس المقبل. دونك هادي كوا، كوا، هاد او مع مراها كتقرا ملي كتكتب مورا هادي داكو، عقل عليها، الا شفتي هاد الحرف كي وشتي مورا هاد او راه ما كيتقراش، سير ديريكت الحرف الموالي داكو. وكنتمنى يكون الدرس واضح. اذا شنو تعرفنا في هذا الدرس؟ تعرفنا على الحروف الفرنسيه، تعرفنا على حروف متحركه، الحروف الساكنه، شفنا الحروف اللي كيتغير النطق ديالها في اللغه الفرنسيه. شنو بقى لينا؟ نعرفوا الحروف المركبه، ونعرفوا المقاطع الصوتيه، وصافي هادشي اللي كاين، ونعرفوا الحروف اللي ما كتقراش في الاخر، في الاخر. دونك اللي كيتقرا في الاخر هما هادو اف ار سي ال، صافي هادو اللي كيتقراو في الاخر، شي الاخر كامل ما كيتقراش، اف ار سي ال هما اللي كيتقراو في الاخر. دونك دابا شنو بقى لك تعرف؟ بقى لك تعرف فقط غير الحروف المتحركه، الحروف المركبه، والمقاطع، هاد المقاطع الصوتيه. حروف مركبه كنقصد بها بحال او مع اي، بحال او مع اي، هادي وا، هادي وي داكو. والمقاطع كنقصد بهم بحال هكا تي اي او ان، المقاطع فيها اكثر من حرفين داكو، بحال تي اي او ان، وغنشوفوهم من بعد كيفاش كيتقراو، كيفاش كيتقراو هاد المقاطع، وهادو ماشي كثار يعني، فقط درس.
داكو درس واحد غنشرح فيه هادشي كامل، وهادشي كامل اللي شرح دابا غيخليك تعلم القراءه بالقواعد ديالها، داكو تعلم القراءه بالقواعد ديالها وحظ موفق.